التعاون في مجال الدفاع على جدول أعمال المباحثات اليوم، فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين، إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك. كما دار نقاش معمق ومثمر بيني وبين دولة رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول النامية بشكل خاص، وتتطابقت تقديراتنا حول أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدرتها على مجابهة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات. وتناولنا أيضا السبل المثلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، إذ أن لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد، وهي أن التعاون معا سوف يعين على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدينا ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم. شوف، أنا هقول أهلا بيكم. لا تستطيع أنك أنت فعلا تقدر حجم سعادتي بهذه الزيارة وبالشراكات الجديدة اللي بنبنيها على قواعد وأسس سليمة وتاريخية ما بيننا وما بين الهند. وصدقني أنه الشراكات الجديدة الاستراتيجية العميقة اللي بتتبني دلوقتي ما بيننا وما بين الهند هو أمر فعلا لو تعلمون عظيم حقيقي يعني. وخلينا نتكلم على أنه دي شراكات الكبار، كبار بالمعنى الحرفي للكلمة،